هؤلاء هم أطفال اليمن، اختطفتهم الميليشيا الحوثية من المدارس وألقت بهم إلى جبهات القتال في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية. هؤلاء طلاب مدرسة الإمام الناصر سرحوا اليوم يتدربوا وكانت التدريب عالية جدا. هؤلاء هم سيقاتلون أمريكا وإسرائيل لأنهم يتحركون من الآن وما زالوا جيلا ينشأ لمقاتلة أعداء الله. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نتوليهم. لا تقتصر انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال على الزج بهم إلى أتون الحرب، ففي المدارس الخاضعة للميليشيا الانقلابية تجري عملية غسيل دماغ لأجيال من أطفال اليمن. صور مسربة من اختبارات المدارس الحوثية تكشف عن المناهج التكفيرية التي يلقنها الحوثيون للأطفال. هناك أيضا غلو في تمجيد زعيم الميليشيا الإرهابية عبد الملك الحوثي وغيره من زعماء الميليشيا الحوثية الموالية لإيران. كارثة إنسانية يعيشها أطفال اليمن الذين تزج بهم الميليشيا إلى محرقة الحرب. أما من يرفض الالتحاق بصفوفها تستخدمه الميليشيا كدروع بشرية. أولا الجهاد ليس لمن يرغب فقط، بل ومن لا يرغب. نحن صحيح قد يقول القائل يا أخي الذي هو كاره، خلصنا الذي هو كاره ما يحصل من شيء، أو استخدم اللون عمله مثلث.